بامتياز شهدتها انطلاقة دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات بمشاركة واسعة من مختلف المراكز الرياضية والشبابية في مملكة البحرين، وذلك بهدف رفض رياضة كرة القدم للصالات بالمملكة والخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الشباب البحريني بالدرجة الأولى. انطلاقة هذه البطولة اللي تقام برعاية وبدعم من سمو الشيخ خالد بن حمد، سعداء حقيقة بهذا التجمع الكبير من شباب مختلف مناطق البحرين، 59 فريق يمثلون مختلف شرائح المجتمع البحريني، شباب وفتيات وأيضا شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كلهم بيشاركون في هذا المحفل الرياضي اللي نتمنى لهم حقيقة كل التوفيق. يمكن عندنا كثير من أهداف نحاول تتحقق في مثل هذه البطولات، يمكن على رأسها أنه هو موضوع التعارف والتآلف ما بين الشباب من مختلف المناطق، وأيضا أن يكون لنا أيضا مخرجات فنية ورياضية جديدة تستفيد منها الحركة الرياضية مملكة البحرين، تستفيد منها الأندية. سبق لمثل هذه البطولات أنه كان لها مخرجات فنية وإدارية، فنتمنى إن شاء الله أن أيضا هذه البطولة بالمشاركة الكبيرة أن يكون هناك في تحقيق أكبر من الأهداف. احنا الحمد لله يعني بتوجيهات من سموه قدرنا بأن نحتوي طبعا الفتيات جزء هام من مجتمعنا، وأيضا ذوي الإعاقة الجزء الأهم من في مجتمعنا، وجميعنا يعني كنا في سقف واحد، وهذا المفروض انه هو يستوي. هذه يعني مثل ما تقول سمو الشيخ خالد يقود بالمثل، ويعني يرسم لنا الطريق، واحنا يجب علينا ان ننفذ ونشوف بان النتائج جدا ايجابيه. هذه الفرق المشاركة بذلت جهودا حثيثة قبل انطلاقة الدوري استعدادا للمنافسة القوية بينها على أرض الملعب، حيث حرص المسؤولون في هذه الأندية على تكثيف المساعي لتأهيل اللاعبين بدنيا سعيا للحصول على مراكز متقدمة، حيث سجل في الدوري 59 مركزا شبابيا ونحو 1200 مشارك ومشاركة. هذا الرقم يعني الكبير والمنافسة، يعني احنا حتى ايضا من زياراتنا لبعض تدريباتهم يعني لمسنا هذا الشيء، هناك حماس كبير بالنسبة لهذه الفرق اللي المنافسة، ومثل ما شفنا احنا يعني شاهدنا اليوم الاول وخاصة المباراة الافتتاحية والنتيجة والاهداف، النتيجة المتقاربة بين المحرق وسافرة، شفنا هناك في ندية وفي حماس، وتعرف يعني الان احنا بدينا البطولة والمنافسة راح تشتد يوم عن يوم يعني للوصول للأدوار القادمة. طبعا بالعكس هاي بطولة اللي هو كلعبة جديدة يعني في مثل هذه الدورات اللي هو فيها اكتشاف للمواهب في البداية، وهذا فتغدي اللي هو منتخب اللي هو الصالات، بالإضافة لاحتواء الشباب يعني في مثل هذه البطولات. يعني هذه فرصة كبيرة ان احنا نشارك كمركز شباب سلمابان لخامس مرة، وبطولة بدأت تجذب الجماهير، بدأت تجذب اللاعبين المسؤولين، حضور كبير من أول يوم يكون، وهذه تعطي دافع إلى الشباب في الحضور وتلم الشباب في لقاءات الفرق المراكز، وهذه سنة بعد سنة بدأت الدورة تكبر عندنا ويكون لها أهمية كبرى في الوسط الرياضي عندنا في البحرين. يعني الجميع يتابع هذه الدورة وينتظر المفاجآت اللي يقدمها لنا سمو الشيخ خالد في مثل هذه المناسبات. باعتبار ما في بطولة تلم هاي العدد الموجود، يعني عدد كبير من الفرق، عدد كبير من اللاعبين، ممكن أي واحد يشارك. فأنا أتكلم، أنا سمعت حوالي 600 لاعب، 900 لاعب، فمن 900 لاعب ما نطلع 20-30 لاعب ممكن نأهلهم أن يروحون منتخب يلعبون تصفيات، واعتبار أن منتخب يعني إحنا قادرين نوصل بطولات عالمية، فإن شاء الله ليش لا تكون هذا المخرج. طموحات وآمال كبيرة يعلقها شباب البحرين المشاركون على هذا الدوري، أبرزها هو رفض وتطوير الرياضة والرياضيين في مملكة البحرين، وخصوصا رياضة كرة القدم للصالات، وهذا ما حملته رسالة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في دعم ورعاية هذا الدوري تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة بجعل الشاب البحريني الطامح هو من يقود دفة النجاح والتطوير بنفسه.
ها هي الانطلاقة الخامسة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة، تبدأ بروح عالية وحماسة مثيرة بعد أشهر طويلة من الاستعدادات اللوجستية والبدنية للأفرقة المشاركة والتي بلغت نحو 50 فريقا وأكثر من 900 لاعب يحظون بفرصة ذهبية لإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم ومواهبهم هنا في هذه الصالة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.